عربية المكسيك بعد نقضه مباشرة. يس، مين بيقرأ لنا النص الثالث؟ أنا أستاذ. مين ما شارك اليوم؟ مين ما قرأ؟ أستاذ أنا. أنا فدني ما شارك اليوم. أستاذ أنا. نعم يس. أستاذ محمد غراط اليوم. محمد غراط اليوم. مكسيكو سيتي. Mexico City is on. نعم أستاذ. تفضل كم أجابتون؟ On the largest cities in the world with yes. Population, population of 20 million. لحظة. 18 مليون. Eighteen millions. It is studied on land that situated on land in the country of Mexico. It was yes. originally in as Aztec city. And was conquered by the Spanish in 1521. Okay, people. Thank you. أنا بكمل يا أستاذ. أنا معك. تفضل يا إيمان. People speak yes. Spanish today. Mexico City is an important yes. Cultural and yes, financial center. Yes, with a skyscraper and many historic areas. طيب ما في مشكلة. ماشي. مشكورة كثير. يا إيمان. طيب. كافي يا فيصل تفضل. وين صارت 10 مليون؟ Each year. أيوه. Each year 10 مليون. تفضل. Go on. That each year 10 مليون tourists visit six such sites as these ruins. There are also many museums such as the National Museum of Anthropology and History, one of the greatest museum in the world. Football is Mexico's favorite sport, especially in Mexico. Excellent. طيب نعيد النص. We repeat reading the text once again with explaining the meaning of the words. مع شرح الكلمات. Mexico City. مدينة المكسيك is one of the largest cities. هي إحدى largest cities. المدن الأكبر in the world في العالم. With a population بسكان of 18 مليون. قديش سكانها؟ 18 مليون.
يعني هون فعلا نحن نص على فكرة موضوع إذا قرأته هو المقارنة بين مدينتين تمام؟ يعني أنا أعطيتكم هذا النصوص مشان يعني نعرف نقارن بين المدن تمام؟ مثل مثلا هلا عم نقارن مثلا ممكن بين لندن وبين مكسيكو سيتي، بين مدينة لندن ومدينة المكسيك. هذيك لندن مثلا تعداد سكانها 7.5 مليون، أما المكسيك مثلا تعداد سكانها 18 مليون 18 مليون. It is situated on a plain. إنها تتوضع on a plain على سهل in the center of Mexico في وسط المكسيك. It was originally an Aztec city. كانت إنها كانت بالأصل originally بالأصل an Aztec city. أزتيك يعني نفس الاسم هو يعني أزتيكية سيتي مدينة هي يعني تعود لحضارة الأزتيك إذا سمعتوا بالأزتيك والمايا والحضارات في أمريكا اللاتينية أزتيك سيتي هي مدينة أزتيكية and was conquered واحتلت by the Spanish in 1521 من قبل الإسبان في عام 1521. People still speak Spanish today. People الناس still لا يزالون speak يتكلمون Spanish الإسبانية today اليوم. يعني المكسيك دولة المكسيك مو بس مدينة المكسيك كدولة بمنظومها تتكلم اللغة الإسبانية لأن هي كانت محتلة بالأصل من قبل إسبانيا. Mexico City, مدينة المكسيك, is an important cultural and financial center. مدينة المكسيك is an important هامة cultural ثقافية and financial مالي center مركز مالي وثقافي هام. With skyscrapers مع ناطحات سحاب. And many historic areas ومناطق تاريخية عديدة. Each year 10 million tourists. كل سنة 10 مليون سائح. لاحظوا مثلا لندن كم سائح بزورة؟ قبل شوي قرأنا كم سائح؟ 30 مليون. أما المكسيك مثلا 10 مليون. تمام؟ 10 million tourists visit sites. يزورون المواقع such as its ancient Aztec ruins. يزورون المواقع مثل ancient القديمة Aztec ruins آثارها آثار الأزتيك القديمة. There are also many museums. يوجد متاحف عديدة أيضا such as مثل the National Museum. National الوطني Museum المتحف. المتحف الوطني of anthropology. Anthropology علم الإنسان and history والتاريخ. One of the greatest museums in the world. عم اشرح عن هذا المتحف الوطني. One احد of the greatest الأكبر أو الأضخم museums المتاحف. أحد أضخم أو أكبر المتاحف in the world في العالم. Football is Mexico's favorite sport. Football, كرة القدم هي مكسيكو للمكسيك. Favorite sport, الرياضة المفضلة. الرياضة المفضلة في المكسيك. Especially in Mexico City وخاصة في مدينة المكسيك.